بسم الله الرحمن الرحيم. محمد طيداني نائب أمين المال ديال جمعية أصدقاء المستشفى بالمحمدية. في هذا اليوم السعيد كما تلاحظون درنا واحد الحملة طبية ديال عدد من الاختصاصات ديال الأطباء فيما يخص في طب القلب وطب ديال الحنجرة وطب ديال النساء وطب ديال داء السكر، وكان واحد العدد ديال الأطباء مشكورين بزاف، وكما كتشوفوا كان واحد الإقبال ديال الناس المرضى يعني بزاف. كما كتشوفوا حنا دابا من 9 الصباح حنا بادين، لحد الآن باقي الاقتصادات ديال عباد الله، ربما أغلب هذه أنتم هنا راه كاين دوك العدد ديال المرضى، ربما أنتم هنا هذا هو العدد ديال المرضى، كاين 375 أو ما يزيد على 400. كنشكروا الناس ديال السلطة ونشكروا الناس ديال المجلس ونشكروا الناس ديال المنطقة لأنهم داروا معنا بزاف، ونشكروا السيدة المكلفة بهذا المستوصف اللي كانت في واحد الإقبال جيد فيما يخص في النظافة، فيما يخص في الإقبال ديال الأكل، فيما يخص في جامع نادية أنا كمل الاسم ديالها كما قال الدكتور نادية، أن دوزت واحد المدة هنا ديال تقريبا واحد 26 عام، مشكور على لأن هي اللي كانت منظمة هذا الشيء، هي اللي صوبت، هي اللي صلحت. كما كتشوفوا كاين هاد الناس اللي هنايا كما كنشوفوا أمراض بزاف، عندهم أمراض اللي هذا، وبخصوص كنتمناو حملة طبية ديال العينين، لأن كيبان لي أنا على حسب النظام كنشوف بأن الناس مضرورين بعينين بزاف، وكنتمناو لهاد الجمعية أو جمعيات أخرين باش يجيو يديروا واحد الحملات هنايا ديال العينين في مسائل ديال النظاظر وهذه وهذه. وكنشكروا الناس ديال الجمعيه ديال اصدقاء المستشفى، كما كتشوفوا هما واقفين ويعني شادين امور بايديهم. الدويات راه الدواء الحمد لله في اكتضاد، كلشي استفاد من الدواء، الفائض ديال الدواء كاين. حنا كنتمنوا لهاد الجمعيه ديال اصدقاء المستشفى كانت مع شراكه مع المندوبيه ديال الصحه وشراكه مع الناس ديال الجهه هنايا، كنتمنوا لها التوفيق، نتمنوا لها قافلات الحمد لله. المسائل الماديه رحنا ما كاين لا مسائل ما كاين لا فلوس لا والو، رحنا هادشي راه الاعضاء داروا بعضياتهم ودرنا الحمله. كانت من الحملات الاولين، كان في اثنين درنا حمله ديال الاعذار، وحنا درنا هذه الحمله الثانيه ديال الطبيه، الحمله الطبيه ديال جميع الاختصاصات، ونتمنوا ان شاء الله باش يكونوا حملات اخرين. كما تلاحظون كاين ان شاء الله واحد الحمله ديال الاعذار فيها واحد 50 طفل مستافده من جميع حمله غتكون بالمجان، فيها ان شاء الله داكشي كما قسم الله ديال الكسوه، فيها تحليلات، فيها ربما تكون شي قفه خفيفه ديال الوزن. غادي نديروها ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله غتكون مع 9 ديال الصباح في العاليه في مستوصف الرياض. كنتمناو هذه الحمله تدوز في واحد الجو جو نظيف وجو كما دازت الحمله ان شاء الله. هذه الحمله داخله فيها جمعيه الاخلاص للتنميه الاجتماعيه، العدد 40 ديال الاطفال كلهم غادي يستافدوا ان شاء الله في هذه الحمله، وان شاء الله باذن الله غتكون حمله اخرى ديال الاعذار، ربما غتكون ثاني مورا العيد ان شاء الله، لان جات المسائل مضيقه انا شويه، وحتى المده ديال هاد 40 راه ما لقيناش في واحد الوقت اللي محتاجين ليه، لان جات مزاحمه شويه الاعلان زائد الحمله جات شويه مديره، ونتمنوا هاد العمليه باش تنجح لينا، وان شاء الله غادي يكونوا عمليات اخرين ديال الاعذار ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للناس. السلام عليكم.